طب مصطفى شايف ان في قله في البرامج فعلا؟ اه طبعا السنه دي في قله كبيره جدا. كنا كل سنه بن 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 بنحاول يبقى عندنا برنامج فني او برنامج حواري، لكن في مشكله بتقابل دوت فكره الاجور المرتفعه جدا للنجوم. النجوم قال نجم دلوقتي بيطلب في اي لقاء ليه اقل حاجه 300 400000 جنيه. فلو واحد منتج يقول لك لو انا هعمل كده طب ما انا اعمل مسلسل احسن. يعني انا هدفع لي اجور 3 4 مليون جنيه، ما انا اكمل اليوم واعمل سيت كوم صغير. اعمل مسلسل صغير. السنه دي بس الاستاذه ايناس الدجاجي شغاله حلت بديله البسمه وهبه على قناه القاهره والناس. البرنامج يعني ايناس بردك قاعده بقالها كتير، كانت ليها اكتر من تجربه في التقديم قبل كده، كانت هايله فيها ورزينه، لكن مود البرنامج والراجل اللي بيجعر بتاع شكل الحوار دوت مش انا اسف ان بقول كده، يعني مش التركيبه بتاعت ايناس الدجاجي. وما كانتش تركيب بس، ما انا دايما بشوف ان البرامج الهارد توك شو او الوان تو وان القويه الرائده فيها الفتره الحاليه وفاء كلامي. فلما نتفرج على وفاء كلامي نعرف يعني ايه برنامج يطلع في كلام صعب جدا من الطرفين بس يكون في شيك وفي اطار وفي. طب مصطفى هنا برضو الموضوع ده ياخدني لجزئيه مختلفه، هل هنا المشاهد يعني يهمه ان هو يعرف تفاصيل حياه الشخص ده او الحاجات اللي ممكن تبقى بالنسبه له مش عايز يبوح بيها ويقولها؟ طول الوقت الجمهور والمشاهدين وقراء الصحف واللي بيتفرجوا على البرامج بيهمهم الحياه الشخصيه للفنان. اتجوز كم مره، طلق قد ايه، بيحب مين دلوقتي، بياخد كام اجر، ضرب مين، دي الحاجات اللي دايما التفاصيل دي هي اللي بتعجب الجمهور. بس برضك في وقت احنا الاعلام فيه اعلام توجيهي، في حاجات ما ينفعش تتقال. يعني ما ينفعش نطلع الوسط الفني بكل هذا التدني على الشاشه اللي انا بتفرج عليها، لان في الاخر ده بيأثر على نظرة المجتمع ككل الفنانين. ادي عم الفنانين اللي بيمثلوا، ادي علاقاتهم، ادي حياتهم. بالعكس احنا بنتكلم في 2 او 3% من الوسط الفني اللي عايشين بالطريقة دي، لكن الغالب منهم ناس زيي وزيك وزي قصرنا اللي احنا عايشين جواها. فدي الأزمة.